يبدو أن آثار عقار الباراسيتامول المستخدم للحد من الألم تمتد إلى العمليات النفسية المختلفة، إذ يسبب انخفاض التعاطف وحتى إضعاف الوظائف المعرفية بحسب الدراسات. فيما وجدت دراسة حديثة أن الاستخدام طويل الأمد لمسكن باراسيتامول يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم بنحو 20%. ونبهت دراسة بريطانية إلى أن تناول عقاقير الباراسيتامول المسكنة في منتصف فترة الحمل يعرض المواليد لخطر فرط النشاط ومشاكل الانتباه والسلوكيات الصعبة الأخرى بين سن 6 أشهر والأحد عشر عاماً. وخرجت دراسة من جامعة كارلشتاد السويدية بنتيجة أن تناول باراسيتامول أدى إلى صعوبات ومشاكل في النطق عند الفتيات اللواتي تناولت أمهاتهن تلك الحبوب المسكنة أثناء الحمل.